أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني شكوك متابعيها حول وجود علاقة حب بينه وبين أحد الأشخاص، وذلك بعدما ظهرت بفيديو جديد وهي ترقص مع شاب مجهول. ونشرت أمل الشهراني الفيديو عبر سناب شات وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر وهي تمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه وترقص على أنغام أغنية بالبنت العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي. ولم ينفع الجمهور بسبب تصرفاته هذه المرة، معتبرين أنها استنفذت محاولاتها في الاستعراض لحصد المزيد من الشهرة والمشاهدات فلجأت إلى هذه الطريقة. بينما رأى آخرون أن أمل الشهراني لم تكن لتخفي وجه الرجل الذي كانت برفقته لو كانت تفعل أمرا صحيحا، لكنها تعلم أنها تسير بالطريق الخطأ. هذا وتعد السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرا بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد، حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البيكيني على الشاطئ. ومؤخرا صدمت أمل الشهراني متابعة بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البيكيني من قطعتين على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية، وشن متابعون هجوما عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا.